رغم غلق مجالها الجوي مع المملكة، الجزائر تستفز المغرب مجددا بهذا التحرك. رغم القرار الذي أصدرته الجزائر الأربعاء الماضي والقاضي بإغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، إلى أن المملكة لم ترد بالمثل. معاينة بسيطة على موقع تتبع الطيران تكشف أن طائرة تابعة للخطوط الجزائرية تربط تندوف بوهران عبرت أمس الجمعة المجال الجوي المغربي، كما أن بإمكانها بسهولة أن تتجنب الأجواء المغربية إلى أنها فضلت أن تمر فوق فجيك. وتساءل كثيرون عن هدف عسكر الجزائر من الاستفزازات المتكررة تجاه المملكة، حيث تسمح الجزائر لنفسها أن تستعمل الأجواء المغربية فيما تمنع أجواءها على الطائرات المغربية.